قوية تصنعها الظروف حتى ولو كانت الظروف قاسية، وكل ما يقسى عليها الزمان وإلا الحياة تظلمها عمرها ما تسلم وتهاب ولا تخاف من المشاكل العائلية. كل عائلة فيها مشكلة، وكل عائلة وكل كوبرة وكل زوز أزواج يعني من أي مشكلة، لكن كيفاش تعالج المشكلة وكيفاش تنجح اللي نستقبله مع بعضنا في هذا السياق. مدام عارم مرحبا بك. عارم عايشك، شحوالك لله؟ لاباس صباح أمورك باهية؟ الحمد لله صحة لاباس. قداش عمرك لله؟ 38. 38 سنة، حتى نتعرف على حكايتك أكثر مباشرة تشاهد معنا هذا التقليد. طب الظروف الصعيبة اللي نتعداو بها حد ما يختارها نجم توجعنا تعبنا، لكن الأكيد إنها تقوينا. هذه حكاية عارم اللي في عمر 11 سنة فقدت بوها سند عائلتها، ولقات روحها قدام مسؤولية كبيرة مع أخواتها من ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت الوحيدة اللي لازم تخلق من الضعف قوة وما تتخلاش عليهم. عارم في عمر صغير لقات روحها مسؤولة تقرأ وتخدم بين الفلاحة وخدمة الديار ولمين البلاستيك، ما سلمتش وما تخليتش على عائلتها لدرجة نسيت روحها. مع سنين رفضت كل راجل يتقدم لها للزواج، حتى لين قابلت زوجها صابر اللي ظنته الشخص المناسب اللي باش يخفف عليها حمل السنين ويساندها في الحلوة والمرة. لكن الظروف شاءت انه زوجها يزيد من تعبها وجعتها بخلافاته معها ومع عائلته ومعاملته الخايبة لها. اليوم عارم جيتنا البرنامج عندي ما قلك تحب تستدعى زوجها صابر تفهم منه سبب معاملته الخايبة لها وتلقى حل للصلح ما بيناتهم. مرحبا بك مدام. عايشك الله يرحمك. قلت هل اختصي ديال شبيك؟ والله انا تعبت برشا في حياتي وتعبت بردبان. شكون ما تعبش في حياته يا اخي الدنيا؟ لا تعبت تلقى له حل وتعب بالحق ما تلقالوش حل. شتي بركر. اي نعرف مش انا باقي انا جيت حبيت نلقى حل. هذا هو الاشكال بالضبط معناتها، فهمت كيف؟ ما لقيت لشكون نلتجا. مش قلتك مع شكون؟ مع راجلي. راجلي قداش لك معرفه؟ عامين وشويه. اه تو صار عرست تو وتعرفت عليه؟ والله هو يخدم كان صانع عند حانوت خضار وانا نقضي من هيك الخضار ما ندخلش. في المرشي تقابلته؟ بالضبط لقاء في المرشي. اي نقضي منه معناتها صافي لونطو ما فهمتش كيفاش. اي جيت بطبيعتها معناتها صافي لونطو نقضي منه لا علاقه كل حد معناتها ما بيناتنا حتى شيء معناتها. شافك شفته؟ اي هي نقضي منه معناتها صار لي برشا معناتها وانا ديجا وقتها نقضي من عنده معنتها. نقضي من عنده ايه انا وقت عامل اكسيدون مريضه معناتها والكل هو كميم ساعتها. انت عملت اكسيدون علاش؟ سرسول اكسيدون بالكهرباء؟ لا 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 انت عملت اكسيدون كيفاش؟ ديز اكسيدون مش اكسيدون واحد على سرسوريا. لا لا اكسيدونات بالكهرباء ولا لا 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 كيفاش اكسيدون؟ زلقت جيت على سرسور. ليز اكسيدون اللي عملتهم كيفاش؟ والله انا بطبيعتي في حياتي تعبت برشا معناتها. لا مانيش نحكي على التعب في حياتك. ليز اكسيدون اللي عملتهم كيفاش؟ اثر على سرسوري معناتها فهمتش كيفاش؟ خاطر ديجا انا كيف صار لي الاكسيدون والكل قال لي عندك معناتها حوايج قدام. وهذه راجعه لشنو؟ تعبت في صغرك. في صغري. في صغرك شنو اللي صار؟ تعبت ياسر. بويا مات عمري 11 سنه ما عندي فهمتش كيفاش، وانا اكبر وحده عند امي ما عندي فهمتش، وخوتي اصغر مني وعندي خوتي معاقين يعني فهمت. انت خدمت عليهم؟ دونك خدمت على اي خدمت على امي وخوتي وكرست حياتي كل امي وخوتي ما عندي فهمتش كيفاش لين مشى بيا العمر شويه ما عندي فهمتش. هذاك علاش عرست كان في العمر عميل تالي؟ بالضبط. أنت ضحيت أنت؟ ضحيت مش مزيئة هو لما حال، أما هيك هو ما عندي حتى حل. تقويت على الظروف تقويت على الدنيا كهو أخوتي معاقين معناتها إعاقتين وأمي مريضة معناتها ما تنجمش ما قراتش. أنت خذيت القرار عن طواعي؟ لا لا عن طواعي، عن الظروف مش عن طواعي فهمت كيفاش؟ إيه ما عنديش حل آخر. كانت تنجم تكون الظروف قاسية لكن كل واحد يا خويا روحي روحي. نو أنا ما فكرتش. أنت فكرت في عائلتك؟ قريتهم وكلتهم شربتهم سكنتهم باللي نقدر. علاش تبكي؟ حسيت ماكش مقتنعة باللي عملته؟ لا بالعكس مقتنعة على النتيجة. النتيجة برك النتيجة تكلفت لي غالي تكلفت لي غالي. حسيت الدنيا ظلمتك فوق اللازم معناتها بالحق تظلمت من الدنيا ياسر فوق اللازم. وعلاه ما عرستش على بكري؟ ما نجمتش ما نجمتش نطيش أمي وخواتي معناتها ما نجمتش نطيش. وعلاش قررت تتعرس تو؟ هكا كيف صارت لي الوعكة الصحية هذه معناتها ما لقيت بها حتى بالحق ما لقيت حتى حد معناتها أنا وقفت لأخواتي أمي كنت لابس عليه معناتها فهمت. ألو الوعكة الصحية اللي عندك شنو؟ أنت تشوف بعينيك؟ نقص نظر برشا؟ إي يعني ما تنجمش تمشي وحدك؟ لا نمشي وحدي. لا لا نمشي وحدي غير تو هذا يلصف برشا. أما الدروج ما تنجمش؟ لا 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 حاجة تنصف هكا برشا وزيد ماكش مستانس. حاجة تنصف ولا كذا ماكش مستانس فهمت. إي داويت ولا ما داويتش مدام؟
فديت من الدوية ما لقيت. علاش؟ شو بيكون مأيسة؟ مش أنا مأيسة، الدنيا تخليك تأيس بالسيف. بالعكس أنا قوية والله قوية، معناتها ما الدنيا تخليك تأيس. شو بيكون منهارة؟ شو بيكون هزمة؟ نتيجة الظروف اللي قصيتك الغالب معناتها. باهي قلت لي تعرفت عليه في المرشي. إيه تعرفت عليه في المرشي، ما عرفة تقليدية معناتها ما حبيته؟ قبلته ما عنده فهمتش كيفاش قبلته، مش ما انا خاصه عوض لك شويه من جامي دولابي عليه جمله ما عنده ما نعرفش. تصدمت انا تصدمت. ما تقوليش لقيت روحك تحمل في مسؤوليته هو بالضبط عليه. ما يخدمش حتى كي يخدم على الاول ما يصرفش. انا تعبت، انا قلت لك في حياتي برشا كيف. لا خليني اخزر. ايه؟ شوف عارف كان باش نسالك سؤال تقول لي تعبت في حياتي. ايه؟ شوف انا نعرف. ايه؟ نفسيتك وعندك حق في هذايا. اما فما تفاصيل نحب نفهمهم. ايه؟ باش نعرف حجم المعاناة اللي تحس فيه والمعاناه باش تلقاو حل. شنو ما لقاوش حل. انا قلت بعد ما تعبت في حياتك وبعد 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 كي عرست على الاقل باش تتهني. علاش ما تهنيتش؟ انا هيك علاش عرست؟ علاش ما تهنيتش؟ علاش ما تهنيتش؟ ما تهنيتش، ما هو ما كانش في المستوى المطلوب. شنو مشكلتك معاه؟ فصل لي. ما يخدم على الاول كان يخدم وما معناتها هو خدم نهار بطبيعته معناتها على البالي بي انا راه راضيه معناتها. انت ما خذيتوش لو مهندس؟ لا على البالي بي على البالي بي وقاب. ايه راهو خدم نهار ينجم يسعدك خير من مهندس وخير من انجينير. فاش ما اسعدكش قل لي؟ في كل شيء، في الاخلاق، في 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 في, في تصرفاته، في العنف، في في يضربك؟ ايه وتنضف يضربك على شيء؟ هكا من غير سبب يمشي يشرب يجي يضرب جرة أشرب معناتك. شكيت بيه؟ شكيت بيه صار؟ شيء تو ما يخدمش وما عندوش فلوس والله تتعدى منين يسكن منين يجيب في الفلوس؟ هيك المشكلة يخدمش ثلاثة أيام في الشهر يمشي للشرع بالضبط ديريكت سون ديسكسيون ما عنده حتى إشكال يخم فيه وخالي من المسؤولية. شو كنتك مع شنو؟ نحب نتهنى ونحب والله نحب بطريقة ودية نحب نتهنى ونرتاح. شنو تتهنى؟ فهمني فهمني كيفاش باش تتهنى معاه؟ هذا يا رجل يضرب يدخل يضرب يخرج يضرب. مش لا لا مش يدخل يضرب يخرج يشرب يجي يضرب. إيه إيه مش يدخل يضرب يخرج يضرب. ما يضرب يضرب العنف العنف يضرب 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 وحتى علاش ما طلقت؟ والله على معناتها حبيت نصلح ما حبيتش نطلق معناتها حبيت بالعكس انا حبيت نتحدى معناتها المصاعب ديما ديما هكا ديما انا عندي عزيمه باش نتحدى ديما. خممتش صغير؟ بالضبط هيك هو معناتها نحب نجيب صغير. نحب نجيب صغير. شكون؟ نحب نجيب صغير. يجيب صغير مادام تو انا باش نقول لك كيفاش تجيب صغير؟ هي على راني انا عاد حبلت اول مره وطيحت انت سبقتني حبلت وطاح البيبي معناتها. اي ربي يرزقك علاش؟ عاودت حبلت طاح البيبي معناتها قعدت من الوقت هذاك وانا نعدي معناتها ونجري وكل شيء نمشي من طبيب لطبيب وكل شيء معناتها. الطبيب والله معناتها في البدايه قال لي معناتها شوفوا راجلك معناتها هو راجلي مشكلته كل معناتها كل توقيت نتاع تبييض معناتها يعمل لي العصا في العجله. فهمتش كيفاش؟ لا بشوي هذه دقيقة. كل توقيت شو كل توقيت معناتها اللي طبيب. يسمح به بدنك بالحمل. اي 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 هكا ولا؟ اي اي شو معناتها يعمل العصا في العجلة؟ يعمل العصا في العجلة كل شهر الشهر اللي فات واللي قبل يرفض معناتها يرفض ويسكر تليفونه وكل واحد يمشي على روحه. عليه هو شدد الحساب يا اخي؟ ما نعرفش حتى التحاليل على حتى التحاليل مثلا الامور هذه بالذات بالنهار وبالساعه وبالحساب الطب يعرفوا مش انا نعرف معناتها فهمتش كيفاش؟ مثلا الطبيب يقول لك اعمل التحاليل. شنو برص بجاه ربك اللي عندك هذاك في مريولك شنو؟ شنو؟ اللي عندك اهو اهو هو كي الفارد اهو يا حبيبي شو؟ اقعد 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 تلالا بشوية شنو هو بالرسم؟ فارس يا ما فارس من الرحمن الرحيم وراح لك بابا فارس نعم يحجر ليس؟ القطوس ليسق بيش يعيش بيك شيء والله غريب هنس خيل وفار من خطرك تتحرك هيك والله ورحمة الله ليه بيش يا عادة شو بيش؟ أنا بيدي تي بيدك تفجع تي خو أنا خاب وانتي قلت لي فار بالذات يقزز إيه انا اللي فهمته عارف اللي فهمته توا ايه انه هو يرفض العلاقه معاك بالضبط باش ما يجيبش صغار. هو يقول لك انا نحب نجيب صغار هو يقول لي انا نحب نجيب صغار ويسعى لكن سامحني احنا عندنا فوكابيلير بالدارج نقولوا فلان مصعصع فهمتي كيفاش بالضبط هو عنده هكا تصعصع هذيك ويعمل العصا في العجله. قايم بواجباته الزوجيه ولا صحيح؟ لا تقول لي لا تقول لي عامل العصا في العجله ولا تقول لي وقت التبييض تبويض ودرا شنو انت اسمع لا 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 ان بو لا ان بو ذو لي سي ترو الى اكزاجيري زودها
أنا متحدى ديما نتحدى. لا مش متحدى، ماذا راجلك؟ مش أنا نجي نحكي لك في الموضوع هذا. راجلك قابل المعاشرة الزوجية معاك وإلا لا؟ ما فهمتوش على ما فهمتوش. لا 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 ما فهمتوش بالحق. يقول لك أنا شو مدام الموضوع مش قضية جبان صغار، بالعكس احنا مشكلتنا جبان أصغر. لا هذيك مشكلتك أنت، مشكلتك مع راجلك في المعاشرة الزوجية ويحشر فيك زوجك وإلا لا؟ هكك هكك دون المطلوب عادي عادي. ما أنا أنا ما عنديش مشكلة في هيك، عندي مشكلة في الإنجاب. ما أنت ما عنديش مشكلة. أخي الإنجاب كيكة هو مو بالمعاشرة الإنجاب يا مدام. إيه لو سمحني يقولوا فيها بير لهنا، ما هو هذا هو هون قصر في هذا. قصر أنا بالحق ما نحبش نحكي عليه الموضوع. لا مش ما نحبش نحكي على الموضوع لأنه هذا هو الموضوع مدام. هذا هو المشكل. هذا اللي ما نجمتش تحكي فيه معاه، حكيت فيه معاه بالتفصيل. ما يقبلش وما يقبلش الحوار. لا فوالا ما حكيتش فيه معاه كيما انا. شوف إيه؟ انت هاك في مقام اختي. نعرف في مقام خويا ونص. انت وصلت نحكي معاك في التفاصيل هذه. آه. علاش؟ خاطر نحس بيك. ونعرف مشكلتك. انت حكيت مع راجلك هكا بالتفاصيل هذم ولا ما حكيتش؟ ما تقوليش. شو حتى كانت تحكي. لا لا ما حكيتش. لا 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 سيبوزون حكيت انا. لا مش سيبوزون، انت حكيت ولا ما حكيتش؟ حكيت وما يسمعكش، دخل مني خرج من. علاش؟ ما هيك هو في يقول لك باهي مريقلك، هو باهي ومريقل وان شاء الله كل شيء. هو يعاود يعاود. يحبك الراجل هذا ولا؟ الله اعلم. احنا ديجا بالك ما يحبكش الراجل. هو قاعد يتجنب. ما مش مشكله معناتها ما يحبنيش ما يحبنيش عادي. ما يقلقونكش هذا؟ لا لا جمله جمله. لا لا بالعكس. علاش جيتني انت يا عارم اليوم؟ جيت نحب راجلي يتصلح وشد ثنية معناتها ونحي الشرب والدخان خاطر الطبيب قال له نحي الشرب. اي ونحب نحبه نجيب الصغير معناتها نحبه هو. فهمت ما نجمتوش على من الاخر على الاخر بالحق ما نجمتوش. اجتهدت انا الدنيا الكل تقويت عليه وراجلي ما نجمتش. والله تعرف نحييك على شنو؟ على شنو؟ نحييك على صراحتك. صراحتك. نحييك على على ثقتك بروحك. رغم اللي تبكي وتظهر ضعيفة، أنت مرأة قوية ومرأة شفت المستوى التعليمي، المستوى التعليمي ما عنده حتى قيمة قدام اللي تحس بيه. ريت مرأة ساعات متعلمة ماخذة دكتوراه غير قادرة على أنها تحل مشكلة مع راجلها، مشكلة كبيرة كما اللي أنت تحكي فيها. وأنت هاك مرأة بسيطة ماكش قارية ولا قريت. لا قريت ما نحب مشكلتي. إي بلغت بلغت ماكش دكتورة، ما خذيتش دكتوراه ولا إجازة ولا بكالوريا وما نجمتش نوصل. وصلت معناتها للي وصلت له، ورغم هذا حكيت فيه الموضوع باحترام وبأدب. إيه لا نحترم أنا راجلي ما عندي حتى مشكلة. جيت تصلح ما حاجتكش ما حتى سيبهم كل حد يمشي على روحه. وإحنا من الأول فهمتين وياه قبل كل شيء. قلت له أنا نحب نعمل أسرة. هذا شو عمرك أنت مدام؟ 38. 38 طبيب قال لك مازلت قادر على الإنجاب؟ إذا حنا علي ربي. مازلت قادر؟ إذا حنا علي ربي. أنت تحب على صغير؟ مش نحب على صغير، على حاجتي في الدنيا لا بالديار لا بكريم لا بفلوس. كان صغير شيء وهو محل. راجلك يقول لك لا. لا لا حتى شيء حتى وراجلك وراجلك يقول لك لا. بطريقته يقول لك لا. يرفض المعاشرة. بالضبط المعاشرة. وقت 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 اللي يلزم بالجيب الصغير. بالضبط كيف يقولوها؟ هذا هو الإشكال. هذا هو الإشكال. هذا هو الإشكال. ويعاشرك المعاشرة الزوجية العادية خارج الوقت هذا. طالع دوك عامل بالعاني السيد. سامحني هو يقول لي لا كبرت معاك مش كبرت معاك عاد فاش مونتي هيك هو الموجود هيك هو الموجود هيك هو الموجود. شو اسمه السيد هذا؟ صابر العام. سي صابر تنجيبوا صابر هذا جابوا معاه شي الحكايه. يلا سيدي صابر ان شاء الله يكون موجود بحثنا في برنامج عندي. شو على انا ما جبتش نقرا وانت مصلي عندي عليك مش عنده قوه الاقناع. لا لا ما عنده حتى قوه الاقناع ولا لا عندك كثير ما نجمو حتى سايبوا عليا يا يطلق يا يجيب صغير واحده منهم هكاو